السلام عليكم. السلام عليكم الأحباب في كل مكان. والله حبيت نوريكم برك كيفاش يديروا السوشي. نوريكم ورقة تاع هادو تاع يسموهم العلق الكحول هادو. وهاد الورقة هادو الحشيش، هادو الحشيش تاع البحر، الحشيش تاع البحر اسمهم العلق. الروز سبيسيمون تاع السوشي، الافوكادو، الكورجيت، والخيار، والفلفل الاحمر هذاك، ونسمو هذا اللاكس لو سولمون اخضر. هذا ماشي طيب، وهذا كاع ماشي طيب هنا، كل شيء ماشي طيب. ومن بعد تاني الوصابي، الوصابي هذه تاني مليحة للسوشي. الور بريمير نحط الرز لهنايا، نلبزوه باليد مليح، حتى شغل نديرو كوش هكذا نلبزوه مليح باليد، ومن بعد نبداو نحطو فيه الاخرين. الور نخليكم باسكو عندي يد وحده، يد وحده ما تصفق. سلام. وهذا هو السوشي. سوشي البوس لازم تمطيوه مليح وتغسلوه، تصدري شاك فوت قطعه تغسلوه باش يقطع مليح. يلا فندير هذه الحبة، هذه كيش يقولوا لها السيزام، تحط السيزام من فوق، و صويا صوص، صويا صوص تحطوه هكذا المفتاحهم. صافي ماما دي زعف بيتي بيوف دوك ديك لاف كينا. انا جيت بريباريت واحد اخرى دوزيام. هذه ما درتلهاش الوصابي، ما درتلهاش الصوص هذا. اوكي شو ولا صوص ديرو هكذا، كي نورمالمون عندك الوصابي ولا هكذا بزاف بس كل ده ملح بزاف على الصويا صوص. اوكي ومن طو شبيه وصابي لهنا، ده وصابي حر شبيه وشهية طيبة.